السلام عليكم، جمعة مباركة على الجميع. مشروب بسيط ممكن تحضروه في البيت هو شاي. هذا المشروب بيعتمد، حطوا لكم نص ملعقة لملعقة صغيرة من الكركديه مع ملعقة يعني أبو 4 فصوص من القرنفل، وملعقة ثانية من الهيل. الهيل اللي بنحط على القهوة، هيل قرنفل كركديه، ملعقة ملعقة ملعقة، هاي 3 معالق. بنضيف عليها المياه الساخنة وبنتركها للفترة الصباحية، أو ممكن نشربها بعد نص ساعة. شو هذا المشروب ممكن يعمل في صحتنا وشو ممكن يغير؟ باختصار، الكركديه حتنزل الضغط للي خايف من ارتفاع الضغط، القرنفل حينزل الضغط، والهيل حينزل الضغط. الكركديه مش مهمته فقط انه ينزل الضغط مع القرنفل مع الهيل، في خصائص تانية موجودة في الكركديه، هاي حتساعدكم كتير في عدة مشاكل. اول شي خلينا نحط الكاسة على جنب ونبلش. اذا بنحكي عن الجيوب الانفية والتهابات اللثة، الم الاسنان، التهابات اللوز، الحساسية، التدميع الزائد وانتفاخات تحت العين، مشاكل الحبال الصوتية، عدم نقاء الصوت، والجهاز التنفسي العلوي والسفلي، كله بتأثر في هذا المشروب. هذا المشروب ما دام حطينا كركديه وقرنفل وهيل، في هاي الحالة احنا قضينا على كل البكتيريا السيئة اللي موجودة في الفم، البكتيريا السيئة بدون منظر البكتيريا الجيدة والفلورا الجيدة اللي موجود في اللثة، لأنه هذه أنزيمات هاضمة، هذه مواد مناعية موجودة. ففي هاي الحالة أنا بخفف من التهابات الحلق وبخفف من التهابات اللوز، وبساعد على تفتيح الجيوب الأنفية. الأريجينول اللي موجود في القرنفل هذا مضاد للألم سريع، مسكن للألم، مضاد التهابي، مضاد سرطاني، يعني كل هاي المواد هذه بتخفف من حدة الالتهابات والاحتقانات اللي هلأ موجودة بسبب حساسية البرد والإنفلونزا والمشاكل التنفسية سواء فيروسية أو بكتيرية. ففي هذه الحالة أنا إذا شربت من هذا المشروب فقط ملعقة 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 وشربته على 2 3 مرات في اليوم، هذا حيساعدني على تخفيف حدة هاي الاحتقانات والالتهابات، وحيسرع من سهولة التنفس سواء للأطفال أو للكبار، بس الأطفال ياخذوه بكميات قليلة طبعا، 5 الكمية هذه اللي حكينا عنها، وهذا حيساعدهم في إنهم يتنفسوا أفضل. طبعا إذا شربنا المشروب هذا كمان، هذا حيعدل الأحماض اللي موجودة في المعدة، وحيعمل على تنظيم الحركة الدودية للأمعاء وللجهاز الهضمي وللكولون. الكركديه في خاصية النيتريك أوكسيد، بفعل النيتريك أوكسيد، يعني بفعل وبوسع الشرايين والأوردة، وخصوصا الشرايين الدقيقة زي الشرايين التاجية اللي محيطة في عضلات القلب، زي الشرايين الدقيقة اللي موجودة في الدماغ. فهذا حيعطينا على مدام بيوسع الشرايين اذا حينزل الضغط، ومدام بيوسع الشرايين اذا حيمنع الجلطات ويمنع احتقانات داخل الأوعية الدموية وداخل الشرايين. وكمان الكركديه بنظم عملية الكهرباء اللي موجودة في الجسم، يعني الانقباضات الحادة هذه سواء انقباضات في عضلات القلب، التهيج في دقات القلب 120 130، عدم انتظام دقات القلب أو حركات الشرايين والأوعية الدموية اللي هو سبب رئيسي للجلطات والتجلطات، اللي هي الاهتزازات هذه اللي بتصير في الشرايين في جدران الشرايين نتيجة تعصيب، نتيجة حالة نفسية، نتيجة ارتفاع الكورتيزول. فالكركديه مع القرنفل مع الهيل من المنظمات لكهرباء القلب، من المنظمات لكهرباء وحركة الشرايين والأمعاء والقولون، يعني مغص معوي، آلام في المعدة، إمساك، هذا بيساعد كتير على تنظيمها، عدا إنه بنظم حمض المعدة وإفرازات حمض المعدة. من ناحية تانية بالنسبة للكبد، القرنفل والهيل
مع الكركديه هيساعدوا على تخفيف الشحوم اللي موجودة في الكبد، هيساعدوا على تحفيز الأنزيمات المناعية اللي بيفرزها الكبد والبروتينات المناعية، في 5 بروتينات مناعية بيفرزها الكبد، وهيساعد هذا على تخفيف حدة الاحتقانات في الكبد. من ناحية الكلى، الأوكسيلات اللي موجودة في الكركديه بتخفف حمض اليوريك اللي في الدم، اليوريك اللي بيسبب النقرس، ففي هاي الحالة وبيسبب تكوين الحسوات والالتهابات اللي موجودة في الجهاز التناسلي والجهاز البولي، يعني بيكون كويس لمشاكل التهابات الكلى أو البرد اللي بيحصل في الكلى نتيجة نمنا وكشفنا حالنا. فبنصحى الصبح بنلاحظ إنه المناطق الجانبية عزيرنا هيك مؤلمة، كل ما نوضع مؤلم، هذه الكلية، هذه الالتهابات وتضخمات الكلية نتيجة البرد أو نتيجة فيروسات، فبيساعد على تخفيفها. من الكلية بالنسبة للمثاني، التهابات المثاني اللي عنده مشكلة في التهابات المثاني والتبول المتكرر هذا والتهابات في المجاري البولية، عليه بالقرنفل والكركديه والهيل، هذا حيساعد على تخفيف وتسكين هذه الأعراض. بنشرب 2 لـ3 مرات في اليوم هذا، هاي الكمية، هذه كمية آمنة ما فيها أي مضاعفات جانبية. هلا فبيساعد في هذه الالتهابات، والأهم عندي إنه حيخفف الضغط النفسي كمان، مش حينزل ضغط الدم فقط، حينزل الضغط النفسي، يعني حالات الاكتئاب، عدم النوم، القلق، الحالة النفسية السيئة. إذا بناخذ هذا المشروب هذا بريحنا، هذا بفرز سيروتونين أكثر، هذا بخفف ضغط الدم. ما دام خففنا ضغط الدم ووسعنا الشرايين ووسعنا الأوردة، إذا إحنا مش بحاجة لضغط عالي لتوصيل الدورة الدموية للخلايا العصبية في الدماغ أو في القلب أو في أنحاء الجسم الثاني. هذا المحلول نفس الشيء ممكن نتبخر فيه، نعمل فيه تبخيري للجيوب الأنفية، يعني ناخذ البخار هذا ونستنشقه عدة مرات، هذا حيفتح الجيوب الأنفية مباشرة. ممكن نعمل فيه غسول للجيوب الأنفية، إن نغسل فيه الجيوب الأنفية، كمان هذا حيمنع مانع مضاد حساسية، حكينا مضاد التهابي، مضاد فيروسي، إذا حيساعدنا كتير. إذا بدنا نستخدمه كمضمضة، فقط كمضمضة، ممكن نتمضمض فيه 2 لـ3 مرات في اليوم. إذا في عندنا رائحة كريهة بالفم نتيجة عصر هضم أو غازات أو بكتيريا سيئة أو التهابات في اللثة، يوم يومين ثلاثة حتشعروا بفرق كبير في تخفيف حدة الرائحة الكريهة اللي موجودة بالفم. فمن كل النواحي حيفيد وحيساعد، وخصوصا هلا في وقت انتشار البرد وانتشار الانفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي العلوية وضيق النفس، هذا المشروب حيساعد كتير، حيقوي المناعة. الكركديه كمان معلومة عن الكركديه، الكركديه بيقوي كريات الدم البيضاء اللي هي موجودة كحماية للجهاز المناعي، وعددها 4500 عند الناس اللي عندهم جهاز المناعة قوي. في حال أمراض وفيروسات وإنفلونزا أكيد جهاز المناعة حينزل، فكريات الدم البيضاء حتنزل. ففي هاي الحالة أنا بقوي مناعتي وبساعد جسمي إنه يعدي هالمرحلة هذه من المرض. أي واحد ممكن يشربه، مش شرط يكون مريض، بشربه فقط لعملية انتظام لعملية الهضم، بنشرب لعملية استرخاء وتوصيل دورة دموية أكثر للدماغ وللأعضاء الجسم الثانية ولعضلات القلب، يعني بزيد من الذاكرة، بنشط عضلات القلب، بريح نفسيا، وما في أي مضاعفات جانبية، وكله مواد مضادة للالتهاب وما بضر مع أي حدا إنه يستخدمه. فقط إذا بدكم تستخدموه ما تسوقوا ولا تروحوا مشاوير في السيارة، تنزيل الضغط هيبعث على الاسترخاء وحيشعركم في النوم يعني تكونوا يعني مش على قدر انكم تسوقوا او تعملوا، يعني بنشرب قبل النوم حيساعد كتير في عملية النوم وحيخفف كل المشاكل التنفسية. هذا بالنسبة للشاي، الكركديه مع ملعقة من القرنفل، القرنفل
اللي موجود عندنا في البيت مع ملعقة من الهيل أو اللي بنستخدمه في القهوة. ممكن نحط الحبات هيك ونحط عليها المي السخنة، بدكم تطحنوه ممكن تطحنوه وتحطوا عليها المي السخنة وتتركوه أفضل شيء للفترة الصباحية، تنقعوه على الهادي اللي يمتص كل هالمواد. طبعا الكركديه إذا انغلى على النار، يعني انغلى 5 دقائق انه يصير مركز كتير، بتتغير المواد الفعالة اللي موجودة فيه. يعني شرب الكركديه بعد غليه لمدة طويلة هذا ممكن يعطي نتائج عكسية من ناحية الضغط وارتفاع الضغط، مش حينزل الضغط. فالطريقة المثلى له ان فقط نحط المياه الساخنة ونتركه بكميات قليلة، نص ملعقة لملعقة، ما نزيد من هذه المواد. إذا استخدمناه مع القرنفل ومع الهيل هيك بنحصل على نتيجة كويسة. شكرا لكم، تحياتي دكتور محمود السوس. طبعا هذا المشروب غير انه بنزل الضغط وبنزل الكوليسترول وبخفف الالتهابات، وحيعمل على تنزيل السكر اللي خايف من ارتفاع السكر، لانه هذا حيحفز البنكرياس وحيساعد مرضى السكري. الهيل والقرنفل معروفين في تنزيل حدة كمية السكر في الدم. مع الكركديه بتكون الوصفة كاملة، مشاكل الضغط، مشاكل السكري، أي تليفات في الكبد، التهابات في الجهاز التناسلي، الجهاز البولي أو الجيوب الأنفية والفم. يعني بيشتغل على عدة أعضاء، استغلوا المواد الطبيعية اللي موجودة ومتاحة، وهذه عن جد حتساعدكم. أنا امبارح شربت المشروب هذا وقلت لكم انتو احكوا لي الفعالية، وأجبته في كتير من الحالات. أوكي جيد، يعني عندنا معلومات بس مش معلومات كاملة عن كيفية الاستخدام وكيف ممكن نستخدمه، فحبيت اليوم فقط أوضح هذه الأمور. تحياتي لكم، شكرا لكم دكتور محمود السوس، علاج طبيعي وتأهيل، وجمعة مباركة على الجميع. سلام عليكم.